يعني احنا دايما بنتكلم عن السينما في مصر، البعض بيتخيل ان احنا بنتكلم عن شيء ما، يعني مجرد تسليه. ايه مشكله ان السينما تتراجع او عدد الافلام يقل او ففعلا لازم نرد نقول لا، ده لا احنا يعني هنرد جزء عمليا من التكوين جدا المصري واقع يعني. جدا. شوفي الافلام الاخيره اللي اتعملت عملت ايه في الناس، شوف المسلسلات اللي اتعملت الجيده اتعملت، شوف عملت ايه في الناس، تاثيرها على الناس. انت بتشوفي الفيلم الجيد قد ايه، الجيد المرتبط بقضيه. هناخد اخر حاجه مثلا كيرة والجن في الموسم السنه دي، فيلم ده قوه ناعمه ضاربه، اتكلم وكان عن بيتكلم عن فتره ثوره 1919 1919 على فتره تاريخيه مهمه جدا، واتكلمت عن النزعه الوطنيه والانتماء الوطني والشخصيه، وكمان بتقدم لك النموذج انك انت ممكن تقدمي من خلال القوه الناعمه النموذج، ان النموذج مهم جدا، يعني نموذج من ابطال مصريين نموذج كانوا من في الابطال هذه الفتره المنتمين عن مقاومه ضد الانجليز في هذه المقاومه. وكانت في حرب كرموز عندنا بيتر ميمي، انا بحبه جدا كمخرج، اي مخرج، مخرج حقيقة. ملتزم وقوي، وكان طبيب وساب الطب وراح للسينما، فهو راح التلفزيون مسلسلات فعنده التلفزيونية. موقف، والمخرج اللي ليه موقف مؤثر قوي. علشان كده صناعه السينما صناعه مهمه، صناعه الدراما التلفزيونيه مهمه، صناعه الصوره مهمه.